السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد التحليه خفيفه كتجي زوينه في المذاق وحتى في الشكل ديالها، وكتوجد في 10 دقائق تقريبا، يعني ما كتاخذش منكم وقت اللي هو كتير. نبداو ان شاء الله في المقادير. بالنسبه للمقادير فعندنا البسكوي كيف ما كان النوع ديالو، وعندنا الكاكاو. انا خديت المر، تقدروا ديروا اللي فيه السكر. وعندنا الحليب باش كنجمعوا البسكوي ديالنا. فانا خديت البسكوي درتو في واحد البلاستيك بمساعده يعني تلاك، كان هرمشو على هذه الطريقه. هذه كتجيني هذه الطريقه عمليه اكثر من انني نطحنو، يعني كيجي منيل ملي كنطحنو، ما كيبقاش فيه هذاك الديكور اللي انا بغيت. فمن الاحسن اننا نديرو ليه هذه الطريقه، كيجي زوين وكيبقى باين في نفس الوقت. غادي نكمل الكميه ديالي على هاد الطريقه حتى نساليها. كيف ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل هذا، هذا هو القوام اللي بغيت. غادي نضيفوا عليه الكاكاو، غادي نخلطوه مزيان مع البسكوي. ومن بعد غادي نضيفوا عليه الحليب بشويه بشويه حتى يتجمع لينا في القوام اللي بغينا. كنخلطوا مزيان. غادي نضيف الحليب وغنعاود نخلط. كنستمروا في التحريك حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. انا مازال ناشف البسكوي. غادي نضيف ليه الحليب. غادي نضيف ليه الحليب باش يتجمع ليا، باش ناخذ القوام اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا ضفت الحليب وغادي نخلط مزيان. يعني كيف ما كتشوفوا بدا كيتجمع، يعني بدا كيتعلق مع بعضياته. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام اللي انا بغيت، يعني كيجي هكا مجموع. غادي ناخذ واحد القالب على شكل قلب، يعني تاخذوا نتوما اي مول عندكم. درت ليه السلوفان وغادي نبقى نسرحو على هذه الطريقه هذه، يعني حتى نسرحو في المول كامل. كنسرحو مزيان يعني متساوي كيف ما كتشوفوا جا على الطريقه هذه. غادي ندخلو الثلاجه او الفريغو لمده 30 دقيقه تقريبا، يعني حتى يتجمع بما وجدت الكريمه اللي غادي ندير او الفلون اللي غادي ندير من الفوق. مهم هنايا عندي ايطون لاروب ديال الحليب، تقدروا ديروا غير نص اطروف هو كافي. غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال مايزينا او النشا. غادي نضيف عليه جوج معالق تقريبا ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليه قطعه صغيره ديال الشوكولاته الابيض، تقدروا ديروا الشوكولاته الاسود. تقدروا تضاعفوا الكميه ديال الشوكولاط. المهم غادي نحركو مزيان. غادي ندافع عليه فلون ديال الفاني، ثم تقدروا ديروا اي فلون كان عندكم ديال الفاني ولا الشوكولاط ولا الكراميل ولا الفريز، ماشي بالضروري ديروا الفاني.
انا ضفت هنا جوج اكياس ديال الفاني، عفوا ديال الفلون. غادي نحركو مزيان وغادي نديروه فوق النار حتى يتجمع لينا شويه. كيف ما كتشوفوا خرجت المول من الفريجيدير. غادي نضيف عليه الفلون من الفوق، على هذه الطريقه. هذه غادي نخليه شويه يبرد، ومن بعد غادي ندخلو الثلاجه ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، كتجي زوينه كيف ما كتشوفوا، يعني كتوجد دغيا واقتصاديه، ما فيهاش بزاف ديال المواد. كيف ما كتشوفوا الزين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا زينت غير بهذاك الشيء اللي عندي يعني في الدار. في الجناب درت الفيغميسال، وفي الوسط درت هذوك الحبيبات، يعني صراحه هادشي اللي عندي موجود في الدار. تزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وتقدروا ديروه يعني داير ولا مربع. كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف، يعني كتجي في واحد المذاق زوين، خصوصا الشوكولات مع الفاني. غادي نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. ضروري البنات تخليوها تبرد، يعني تعطيوها الوقت الكافي ديالها. كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا، يعني كيجي هذاك البسكوي والكاكاو من التحت، وكيجي الفلون من الفوق، يعني كيجي زوين بزاف في المذاق وحتى في الشكل ديالو. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.